10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار المباريات الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المريخ السوداني أمام النصر الليبي ضمن مباريات الأدوار الإقصائية ودوري أبطال إفريقيا، مباراة الدور الأول ومباراة الإياب. يذكر بأن نتيجة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بالتعادل السلبي. ملعب مباراة اليوم استاد جوبا، توقيت المباراة عصر اليوم السبت في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت ليبيا والسودان، والثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.